البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي والمركز. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت. المصارف هي العنوان الكبير لحلقة هذا الأسبوع، مرة بالنتائج المالية والنمو في الأرباح، ومرة باستقالات بين القيادات المصرفية وأخرى بالقادمين المنتظرين لهذا القطاع. ونبدأ بالبنك الأهلي الكويتي الذي يعود مجددا إلى الأضواء بأداء قوي قفزت فيه أرباحه بواقع 18% ويثبت مجددا أنه رقم صعب في الأداء والأرباح وإدارة المخاطر. يعتبر البنك الأهلي الكويتي من المصارف التي تحافظ على مسيرة مستقرة من النمو والربحية ويرفع دوما شعار الأداء المتحفظ والتوسع المدروس، لكن البنك وخلال سنوات الأزمة المالية العالمية برز كرقم صعب بين المصارف الكويتية بفضل قدرته على توليد أرباح قوية ومحدودية انكشافه على الأسواق الخطرة أو العملاء المتعثرين. تأسس الأهلي الكويتي في مايو من عام 1967 وأدرج في البورصة الكويتية عام 1984، ويبلغ رأس مال البنك حاليا 162 مليون دينار، وهو بذلك خامس أكبر المصارف الكويتية من حيث حجم رأس المال. يدير البنك الأهلي الكويتي أصولا تصل إلى 4 مليارات دينار، فيما يتجاوز حجم ودائع العملاء 2 مليار دينار، ويبلغ حجم حقوق مساهميه أكثر من 540 مليون دينار. ويقدم الأهلي خدماته للعملاء في الكويت من خلال 30 فرعا، علاوة على ذراعين نشيطين له في كل من دبي وأبوظبي. وتتملك مجموعة شركات بهبهاني وفشحان المطيري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصصا استراتيجية في البنك. قدم الأهلي الكويتي أداء لافتا في السنوات 2009 و2010 و2011، وهي السنوات التي أعقبت اندلاع الأزمة المالية العالمية، وبرز كأحد أفضل المصارف أداء. وفي 2013 عاد البنك إلى الربحية القوية عندما نمت أرباحه بواقع 18% لتصل إلى 32 مليون دينار كويتي. والأهلي مثل بقية المصارف الكويتية يعاني من ضعف البيئة التشغيلية ومحدودية فرص تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة، وتلتهم المخصصات الاحترازية والعامة جزءا من أرباحه، لكنه حرص على التعامل مع هذه السلبيات واستبدل الأصول بأصول أفضل، وتدنت إلى أقل من 2% نسبة القروض المتعثرة لديه، وأدار وخفض تكلفة الأموال بشكل فعال. والأهلي هو صاحب أعلى معدل لكفاية رأس المال في الكويت وربما في العالم، إذ يقترب من 26%، ويتطلع الأهلي إلى تحقيق المزيد من النمو في السنوات القادمة مع تحسن تدريجي في البيئة التشغيلية في الكويت وفي الأسواق المجاورة. البنك حقق أرباح تشغيلية في حدود 81 مليون، والحمد لله قدرنا نوصل إلى أرباح صافية في حدود 35 مليون دينار تقريبا 35.4. طبعا مقارنة بالعام الماضي يعني في نسبة نمو في حدود 18%. العام الماضي كنا حدود 30 مليون والسنة في حدود 35. طيب من أين جاء هذا النمو؟ أسبابه في رأيك؟ في نسبة نمو جيدة بالنسبة حق القروض الائتمانية. الأرباح تعتبر تقريبا 100%. كلها تشغيلية، أرباح تشغيلية قدر البنك الأهلي يحققها. طبعا أنت تكلم لك على البزنس سواء داخل الكويت أو في دبي، تواجدنا في دولة الإمارات في دبي وأبوظبي. طبعا في كانت نسبة نمو في جميع الـ 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 القطاعات، سواء تكلم عن الريتيل بالذات بالنسبة حق الريتيل، يعني تكلمنا عن بالنسبة حق الريتيل كان في نسبة نمو جيدة. في بالنسبة حق الكوربوريت اللي هي قطاع الشركات ايضا في نسبة نمو، مو حسب التطلعات لكن ان شاء الله راح تكون خلال الربع الاول من 2014 افضل. تكلم ايضا بالنسبة حق الادارة الاعمال الدولية ايضا فيها نسبة نمو جيدة. طيب ايضا البنك اخذ مخصصات حتى مع هذه الارباح، كيف كانت المخصصات؟ هل هي مستمرة كما كانت في السنوات السابقة ام بدأت في التراجع؟ شوف، هو طبعا البنك مدام يسلف فأعتقد أن موضوع التراجع المخصصات أو زيادتها تعتمد على حجم التسليف ونوعية التسليف. فأعتقد
البنك السنة أخذنا في حدود 40، لو شفت الميزانية من 81 شلنا 40، يعني تقريبا صفينا على 35 مليون. في طبعا في كل سنة البنك يحط ميزانية تقديرية للمخصصات بناء على الدراسة الائتمانية وعلى دراسة الريسك، يعني شنو عندنا ممكن نحتاج إلى خلال سنة 2014. طيب، وعلى ذكر الحديث عن المخصصات لابد أن أسألك أيضا عن القروض المتعثرة ونسب تغطيتها. شوف، احنا بصراحه البنك الاهلي حقق نجاح كبير بالنسبه حق القروض المتعثره، يعني احنا قدرنا ونجحنا ان نخفض القروض المتعثره بنسبه 50%، يعني نتكلم من فوق ال 5.2 نزلنا الى تقريبا 2.something، يعني انت تتكلم عن نسبه تخفيض 50%، زائد ان احنا تتكلم عن نسبة قروض متعثرة عندنا تغطية في حدود 230% تغطية لها كمخصصات. دبي حاليا في تعافي متواصل ومستمر ونمو كبير، وهناك معرض كبير سوف يقام على أرض دبي، وأنا أعلم أن الأهلي له تواجد في دبي، هل تنوون استغلال هذه الفرصة؟ احنا الأمانة احنا دائما نستغل هذه الفترة، سواء خلال الفترة السابقة وحتى خلال فترة الأزمة اللي سواء مر فيها العالم أو مرت فيها دبي. يعني احنا تواجدنا في فرع أبو ظبي كان في 2009. نعم. والناس سألت ليش فاتحين في 2009؟ طبعا هاي يعني قصة نجاح بالنسبة حق فرعنا في أبو ظبي بالإضافة لفرع دبي. احنا نركز على المشاريع هناك ومستمرين أيضا في دعم المشاريع الجديدة، بالذات أن الأكسبو 2020 راح يكون له تأثير كبير بالنسبة حق المشاريع الحكومية اللي تقام من قبل حكومة دبي أو أبو ظبي. بنك بوبيان أيضا مستمر في مسيرة الأداء القوي ويحقق نموا يبلغ 33% في أرباحه عن 2013، ويعيد عادل الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأرباح إلى النمو القياسي في محفظة تمويل الأفراد وإلى أسباب أخرى. أهم النقاط كان النمو في المحفظة الائتمانية، نركزنا عليها خاصة في قطاع التجزئة. يعني لو لاحظت ويمكن الأرقام الحين راح تطلع قريب، نمو قطاع التمويل في البنوك الكويتية بشكل عام كلها كان 8%، بينما احنا نمينا ب 16%، هذا يعني ضعف النمو، وتركيزه كان 77% في قطاع التجزئة. يعني حصتنا السوقية في الكوربوريت أو في الشركات ما غيرت كنسبة وتناسب، لكن ونمونا كان معدل نمو السوق، لكن نمونا كان أكثر في قطاع التجزئة. حصتنا السوقية الآن وصلت 7%، من لما جينا من 5 سنوات كانت تقريبا 2%، يعني نمو قوي. سأعود مرة أخرى إلى البيانات المالية وأسألك عن المخصصات كيف هي الآن، وأيضا عن القروض المتعثرة، أصبح الآن هذا سؤال شائع نسب القروض المتعثرة. إحنا كنا وايد أجرسيف من سنة 2009، أخذنا طبعا هذا التزامن مع تملك بنك الوطني لبوبيان، أخذنا مخصصات كبيرة واستمرينا في أخذ مخصصات كبيرة مع تدرج في الزيادة في الربحية. السنة فاتت أخذنا 23 مليون دينار مخصصات، ما بين مخصصات تمويل ومخصصات لخسائر في استثمارات موجودة قديمة. معدل الـ NPL مالنا 1.9 من 10، 1.9 من 10، وهذا تقريبا 50% أقل من معدل السوق في الكويت، إحنا وبعض بنوك أخرى، يعني مش بس إحنا. كان بوبيان قد أعلن أن السوق المحلي هو هدفه الرئيس وهو ملعبه الرئيسي، الآن والخطة الخمسية توشك على الانتهاء، هل لديكم طموحات بالخروج من الفضاء المحلي؟ يعني ما في حل ثاني. طبعا احنا الحين قاعد نتكلم، قاعد الحصص السوقيه قاعد تزيد، بس يعني هم نكون احنا واقعيين في وجود بنوك كبار مثل البنك الوطني وبيت التمويل، راح تكون معدل نمونا او يعني في كاب او في حد اقصى للنمونا، يمكن قاعد نحط ببالنا يمكن نوصل 10%، احنا فوق ال 10% راح يكون، راح نحاول نروح اكثر من 10%، بس راح يكون مش من السهل، فلازم نطلع برا. طبعا سوينا الدراسة، وإحنا الأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا برزنتيشن من جماعة ماكنزي حق البورد مالنا على الخطة الخمسية
الخمس سنوات مسمينها 2020، وفيها فيها يعني إن لازم ما في حل ثاني لأن نطلع برا. بعد الفاصل مروان بودي رئيس طيران الجزيرة يتحدث عن أفضل نتائج للشركة منذ تأسيسها، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي والمركز. أهلا بكم. حديث المصارف لم يقف فقط عند النتائج المالية، وإنما امتد إلى موجة من الاستقالات والترشيحات لمناصب رئاسية وتنفيذية. وتأتي استقالة حمد المرزوق من رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد إذانا بتحركات أخرى مهمة. يستعد أكثر من مصرف كويتي لاستقبال مجلس إدارة أو هيئة تنفيذية جديدة في عملية تغيير قد تحمل معها تجديدا أو قدرا من التغيير في استراتيجية النشاط ونماذج الأعمال. وتبدو استقالة حمد المرزوق من رئاسة وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد مرتبطة ليس بالأهلي المتحد فقط، ولكن أيضا بالجهة التي يتوقع أن يحط فيها رحاله. كان حمد المرزوق الحاصل على ماجستير في التمويل وإدارة الأعمال قد قاد البنك الأهلي المتحد لأكثر من عقد من الزمان في رحلة من التحديات والتحولات الكبيرة، من أبرزها تحول البنك من الكويت والشرق الأوسط المصرف التقليدي إلى الأهلي المتحد الإسلامي والكيان الرئيسي في مجموعة المتحد المنتشرة في أكثر من دولة. وبقيادة المرزوق أبدأ المتحد مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت المصارف الكويتية على اختلافها. كان المتحد من أوائل المصارف التي أعلنت خروجها من دائرة الأزمة، ففي عام 2012 حقق البنك أرباحا صافية قاربت على 40 مليون دينار كويتي، فيما نمت أصوله إلى أكثر من 2,600,000,000 دينار. واستنادا على النتائج المرحلية يبدو المتحد على استعداد لتحقيق مزيد من النمو في 2013 أيضا. ولعل أهم مضمون لرحيل المرزوق عن المتحد هو الجهة التي سيذهب إليها، فثمة توقعات على نطاق واسع ترشح المرزوق لتولي دفة بيت التمويل الكويتي عقب الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة بيتك، والتي يتم حاليا تسجيل المتقدمين إليها. وإذا كان الأمر لا يزال في طور التكهنات حتى الآن، فإن مصادر كثيرة تشير إلى أن بيتك قد يستفيد إيجابيا من الدعم والخبرة والمكانة وشبكة العلاقات التي يتمتع بها المرزوق في الوصول بالأداء إلى مستويات أعلى. لكن يظل هناك شيء من ترقب لحجم ودرجة التغيير الذي سيحمله المرزوق القادم من مدرسة المتحد إلى بيتك، المدرسة الأعرق في المصرفية الإسلامية. وقبل فترة قصيرة كان بنك الكويت الوطني قد شهد استقالة إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد أكثر من نصف قرن من العمل، قاد خلال مراحل طويلة منها مسيرة النمو والتوسع الكبيرين إلى أن أصبح الوطني اسما يشار إليه في عالم المصرفية الكويتية والعربية. ويغادر ميشيل عقاد الرئاسة التنفيذية لبنك الخليج بعد حوالي 5 سنوات من العمل نجح فيها في الخروج بالخليج من أزمة عقود المشتقات التي كبدته خسائر بلغت نحو 1 مليار دولار وكادت أن تهدد بقاءه ومستقبله. ويغادر العقاد الخليج وقد أصبح مصرفا رشيقا رابحا وبحصة سوقية معتبرة وبأرباح في 2013 بلغت 32 مليون دينار، أرباح هي الأعلى منذ بداية الأزمة المالية. كما غادر نهاد صليبة البنك التجاري الكويتي بعد حوالي 2 عامين قضاهما على رأس الجهاز التنفيذي، معيدا ذلك إلى عدم رغبته في تجديد عقد التوظيف. سجلت طيران الجزيرة في 2013 أفضل نتائج سنوية تحققها الشركة منذ تأسيسها. مروان بودي رئيس مجلس إدارة الجزيرة يقول أن العام كان قياسيا إيجابيا في أكثر من جانب، نشاطا وإيرادا وعوائد وأرباح.
عام 2013 كان الأعلى ربحية في طيران الجزيرة، الثلاث أعوام التتالية من التسلق في الربحية، خطة اللي وضعتها طيران الجزيرة من عام 2010 اللي أتت بثمارها لله الحمد، تركيزنا على المنطقة وبالذات دولة الكويت والانطلاق منها إلى المناطق الإقليمية أثبتت أن هذا النمط من التشغيل، هذا النمط من العمل يأتي بثماره ومردودة ليس فقط على جمهور المسافرين وتسهيل الخدمات السفر، ولكن كذلك على المساهمين وتعزيز قوة الميزانية وتحقيق أرباح أكثر. الميزانية تعززت وكنتم قد التزمتم أو قطعتم على نفسكم عهدا بتقديم 50% من الأرباح، أما زلت عند ذلك العهد وماذا عن السنين القادمة؟ إن شاء الله. أنت مثل ما تفضلت وأنت ذكرتها يوم واحدة من مقابلاتك أن الجزيرة تعهدت، وراح ننتظر ونشوف هل راح تلتزم الجزيرة. لله الحمد مجلس الإدارة أعلن عن توزيع أرباح 15% ما يعادل أقل شوية من نسبة 50% من الأرباح السنوية، لكن نحن كطيران الجزيرة ننظر للحظاتنا وننظر كمان للمستقبل. أمامنا تحديات وأمامنا فرص أكبر من التحديات في طيران الجزيرة. قرر مجلس الإدارة توزيع حوالي 6.5 مليون دينار تقريبا من الأرباح النقدية، مستوى النقد في الميزانية مرتفع لله الحمد جدا، عندنا أكثر من 40 مليون دينار، الميزانية فيها أكثر من 158 مليون دينار من أصول ثابتة، لكن في المرحلة القادمة لأمانة كمان محتاجين أن نزرع عشان نحصد بالمستقبل. سأبدأ بجزئية الحصة السوقية، تنوون رفع الحصة السوقية من أكثر من 12%، على أي شيء سوف تستندون؟ ضعف الكويتية وضعف السوق المحلي أم نجاح وأساليب متطورة في الجزيرة؟ ابدا، احنا ما ننظر الى منافسينا وبالاخص الخطوط الجويه الكويتيه كضعف او قوه، لكن احنا ننظر الى كيفيه خدمه المستهلك في دوله الكويت. نمط تشغيل طيران الجزيره مختلف عن باقي شركات الطيران. نمط تشغيلنا هي خدمه مسافرين للمناطق القريبه جدا من دوله الكويت الاقليميه، وهذا هو تخصصنا. هذا النمط اعطانا الفرصه ان نخفض في تكاليفنا، فنعكس هذا الانخفاض في بالاسعار اللي نقدمها بالخدمات اللي نقدمها. نعم المنطقه محتاجه الى عرض اكثر بالمقاعد، طيران الجزيره لا تستطيع ان توفي كل هذا الاحتياج. خطوط الجويه الكويتيه هي الشركه الزميله الاكبر في سوق الكويت. نتمنى ان شاء الله ان ننظر الكويتيه في نشاطها المستقبلي لتغطيه المناطق البعيده، لان نحن نكمل بعض. لابد أن أسألك عن الوجهات، أعتقد 2013 شاهد إضافة وجهات جديدة، وعما إذا كنتم قد تأثرتم ببعض الوجهات التي ربما شهدت اضطرابات سياسية أو غيره، ماذا فعلتم إذا ذلك؟ لا شك احنا تاثرنا في الاضطرابات السياسيه، هذه تاتي يعني في صلب عملنا مباشره. باقي الاصبع والقطاعات التجاريه بالكويت ما تاثر كما تاثر حركه الطيران. سوريا كنا نشغل الى 3 مطارات في سنه 2012 الى شهر سبتمبر سنه 2013 اوقفنا كل هذه المطارات بالكامل، يعني حجم دوله بكاملها اصبحت خارج خريطتنا. كذلك اسواق قريبه من سوريا، لبنان تاثر لا شك بالاوضاع اللي حاصله هناك وقلت الحركه لها. جمهورية مصر العربية في تذبذب في السوق هناك، واحنا راينا ما هذا حصل بالفترة الماضية، لكن لله الحمد بدينا نرى الانتعاش مرة اخرى جينا. سهولة والحركة والمرونة اللي موجودة في طيران الجزيرة وإدارتها واتخاذ القرار فيها أعطانا لها الحمد القدرة أن نعيد توزيع الأسطول إلى مناطق أخرى. هذا مثل يعني الأواني المستطرقة، يعني ينزل عندك سوق من ناحية يرتفع في ناحية أخرى، والله الحمد نجحنا في الشيء هذا وانعكست نتائجه المالية على ميزانيتنا السنة الماضية. أريد أن أسألك عن التأجير، أيضا لديكم شركة سحاب وتقوم بتأجير الطائرات إلى جهات مختلفة، كيف هو ذلك السوق؟ وعما إذا كنتم تنوون تعزيز الطائرات، عدد الطائرات المستأجرة حاليا؟ سوق التأجير سوق رائع جدا، ولا شك أن التأجير ساعدنا كذلك في طيران الجزيرة على محافظة على ميزانية قوية وتعطينا دخل مستمر وثابت، على عكس الطيران التجاري. الطيران التجاري فيه أرباح أعلى، ولكن دائما سوق متذبذب يتأثر في الأوضاع السياسية الإقليمية وغيره. الأجار لا، سوق مستقر. اليوم أصبح عندنا كل أصولنا اليوم مسجلة في شركة سحاب، فسحاب لديها 14 طائرة تؤجرها إلى طيران الجزيرة
7 طائرات والباقي لشركات عالمية. طبعا مع زيادة عدد الطائرات قاعد توسع قاعدة شركة سحاب. راح نركز بالمرحلة القادمة على التأجير، راح نركز على زيادة أسطول التأجير، لأن هذا السوق واعد، وبدت الأسواق العالمية الآن بالمرحلة هذه بإعادة يعني باستعادة عافيتها، خاصة لما نرى أن الولايات المتحدة الأوروبية الأمريكية أسواق عادت بقوة، الاقتصاد عاد بقوة، أوروبا بدأت تتعافى نوعا ما، فزيادة الطلب الآن تعطينا فرصة للتأجير، وإن شاء الله راح نعلن قريبا عن بعض العقود اللي راح نوقعها مع شركات عالمية بالتأجير. هوريكا هو اسم الملتقى السنوي الكبير لبيوت الضيافة في الكويت، وفيه تحتشد الأسماء الكبيرة في هذا العالم لعرض منتجاتها وخبراتها في هكذا مجال، وفيه أيضا يتجدد الحديث عن مفارقة نمو صناعة الضيافة وضعف قطاع السياحة. إذا كانت الكويت تعاني من ضعف في الأداء في الظهور كمقصد سياحي رئيسي، فإن القوة الشرائية والاستهلاكية العالية التي يتمتع بها السوق الكويتي أوجدت مجالا لنمو كبير في قطاعات الفنادق والخدمات الفندقية، وهو ما ترجمه حرص أسماء كبيرة على الاستفادة من هكذا النمو والمشاركة في هوريكا، فعالية الضيافة الوحيدة التي تحتضنها الكويت في كل عام. سنة عن سنة نشهد تطور كبير في عدد المشاركين من عارضين ورعاة وزائرين وإلى آخره، كما شاهدنا اليوم في الافتتاح عدد كبير من الدبلوماسيين السفراء الذين جاءوا لمشاهدة المعرض، ويمكن لتشجيع شركاتهم للمشاركة في المستقبل سواء في هذا المعرض أو في السوق الكويتي. وفي دراسة احنا ذكرناها في الصحف أن قطاع الفنادق أو قطاع خدمات الفندقية يزيد بالكويت سنوياً 10%. قاعد نشوف المطاعم بالكويت قاعدة تزيد، الشباب يتجه في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المطاعم، والسوق الكويتي بازدهار يعني مستمر، خاصة بقطاع الأغذية، يعني كل المولز اللي عم تطلع جديد، المطاعم التشينز اللي عم تجي من برا، يعني بيج نيمز أوتيلات ومطاعم أسامي كبيرة برا كلها بتلاقيها سنة عن سنة عم بتتوسع بسوق الكويت. ولا يمكن أن تخطئ العين الزيادة المضطردة في عدد العلامات الفندقية التي تدفقت وتدفق على الكويت في كل عام، وهي زيادة قد تكون مدفوعة بقوة النشاط الاستهلاكي الداخلي أو النشاط السياحي البيني الخليجي وحاجته إلى الغرف والخدمات الفندقية. عدد الغرف التي ب 2013 فقط، 2013 فقط زاد عدد الغرف حوالي 850 غرفة، شهدنا 850 افتتاح 850 غرفة جديدة، وسنشهد في 2014 كذلك حوالي 400-500 غرفة زيادة، وحوالي 2015-2016 و2017. لذلك القطاع هذا لا يتطور ويتطور بشكل كبير، وأصبح يحتاج إلى رعاية. ما في شك إنه قطاع السياحة في وزارة التجارة والصناعة يحاول أن يعمل، بس لابد أنه أصبحت الدعوة كبيرة للحكومة أن تنظر لهذا القطاع الكبير. والمفارقة أن صناعة الفندقة والضيافة تنمو بقوة، بينما الكويت تحتل ذيل قائمة الدول المرحبة بالسياحة أو الدول التي تسهم السياحة بقدر في مدخولها القومي، على الرغم من أن الكويت تمتلك مقومات سياحية لا تختلف عن دول مجاورة، لكنها تحتاج فيما يبدو إلى قرار وتنظيم وإلى تسهيلات تكفل تدفقا سياحيا من أجل انطلاق هكذا صناعة. نحتاج إلى رؤية المزيد من الأعمال الدولية، فنسب الإشغال الحالية تتوزع بين 80% للمحليين و 15% للسياح السعوديين والقطريين، والبقية تذهب إلى دول مجاورة، لكنك تحتاج إلى رؤية المزيد من السياح الأجانب وتسهيل إجراءات الفيزا قد يساعد على تحقيق ذلك الهدف. إذا قررت حكومة الكويتية أن العمل السياحي مهم وبدها تشجعه، أكيد الكويت فيها كل الإمكانيات وكل المقومات، فقط نحتاج إلى تنظيم قطاع السياحة. قطاع السياحة ما لم يكون له يعني كيان ومظلة أساسية وهي هيئة أو وزارة لتحتضن كل هذه الأمور
وتضع لها التشريعات وتضع لها القوانين وتضع لها الأمور المهمة. وأما ما يعقب ذلك فهو سهل، لأن أنت بدام ما عندك أب روحي ولا عندك جهاز ينتمي لهذا القطاع، فإحنا كقطاع خاص الآن نحن نقوم بهذه المهمة، ولدينا من الخبرات الموجودة بأن نفعل هذا القطاع. فقط علينا أن نفكر بالجانب الآخر، هناك جزر، هناك صحاري، هناك يعني أماكن جميلة بالكويت كلها بدأت يعني تطمس بعدم وجود راعي أو أبوي لهذا المجال. وهكذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، انضموا إلينا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في عين على الكويت.